ونقول مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة وريفيو جديد من برنامج شي الجديد. هالمرة مع ملكة الاعتمادية ويمكن أكثر أو أنجح سيدان مبيعا في التاريخ، التويوتا كامري. التويوتا عبر الأجيال من أو الكامري عبر الأجيال من 1982 إلى اليوم بايعة أكثر من 18 مليون سيارة حول العالم، وهذا رقم ترى رقم وايد كبير على سيارة صالون. يمكن الشيء الوحيد أو التحدي الوحيد اللي تواجهه الكامري هي أن الناس بشكل عام وعالميا، ما أتكلم منطقة واحدة، قامت تتجه شوية إلى الأسيوفيز، ومع ذلك سنوياً قاعد تبيع لها 300 و400 و500 و600 ألف نسخة فقط في أمريكا. أنا ما قاعد أتكلم في العالم. واحدة من أحلى الأشياء في الأجيال الجديدة من الكامري هي أن صارت السيارة اليوم تقدر تأخذها بفئات متعددة. تقدر تأخذها اللو سبيك، تقدر تأخذها الميديوم سبيك، تقدر تأخذها الهاي سبيك، تقدر تأخذها السبورت وغيرها من هالأمور. اليوم احنا حتى الانجن صار عندك نوعين. الانجن اللي معانا 3.5 لتر مع علبة تروس من 8 سرعات، طبعا اوتوماتيك، وهذه الامور كلها تعطي السيارة، يعني انا صراحة انصدمت اول ما سكت السيارة، توقعتها وايد اثقل. بس احنا لان من زمان عن الصالون ومن زمان مجربين سيارات الصالون، فخصوصا الكامري، يوم ركبت السيارة حتى أبو ريماس أول ما ركب سيارة التفت كان يقول لي عبد الرزاق الكامري صارت وايد حلوة. فهذا أحد الأمور المهمة جدا حق السيارة، أن راح نشوف بعد شوي صار فيها وايد أوبشنز، الجلد، المقاعد وايد مريحة، المساحة الداخلية، عزم السيارة، الأوبشنز اللي موجود، هذه الأمور كلها خذت سيارة كانت جداً اعتمادية وطورتها. وعلى فكرة تويوتا واحدة من أفضل الشركات، إن لم تكن هي الأفضل بلا منازع أصلاً، وحتى بدون أي منافسة، في هي تعتبر واحدة من أفضل الشركات اللي تسوي السيارة الجيدة، The good car. ما تسوي لك سيارة extravagant كذي وشيء غريب وفلامبوينت ليش قاعد استخدم المصطلحات؟ بس اقصد يعني تسوي لك سياره كذي تسوي كل شيء وسعرها معقول وتمشي ب 400 الف، تاخذ سياره بهذا السعر وخلاص تنسى موضوع ان احتاج اشتري سياره حق 10 سنوات. فهذه واحده من الامور الحلوه في التويوتا كامري. خلونا ناخذ لفتنا المعتاده ونجرب سياره ونتوكل على الله. وهذه هي السيارة، ناخذكم بالتور اللي تعودنا عليه. هذا هو الشكل اللي عرفناه خلال تقريبا 40 سنة اللي طافت، وحفظناه، مو بس عرفناه حفظناه. صارت السيارة مجرد ما تخطف قدامك بالشارع تدري ان هذه تويوتا كامري. وهذه واحدة من الامور اللي ترى ما تعتبر من الاشياء السهلة في عالم السيارات، ان يكون عندك يسمونه distinctive design، تصميم وايد مختلف، أو مو وايد مختلف، وايد مألوف، والناس تحفظه ويصير أنت مثل هذا التريد مارك مالك. هذه واجهة سيارة من الأمام، الشبك العملاق اللي بالنص حقيقي، ماخذة تقريبا نظام أو طابع السيارات السبورت. فيها قصات وايد حلوة، لاحظوا هذه اللي كذي مشطوفة، موجودة هني وموجودة هني، بعد ما بيوريكم الداخلية كلها ولكن موجودة أيضا هني. فهذه بعض الأمور اللي تويوتا حرصت أنها تكون موجودة في هذه السيارة. وطبعا الجهة الخلفية اللي خلاص يعني أعتقد بعد أكثر من هذا الديزاين ممكن أنه ينحفظ، وايد صعبة، شيء خلاص صار محفوظ عند كل الناس اللي تفهم بالسيارات وحتى اللي ما لها شغل بالسيارات. واحدة صراحة من الأمور اللي أنا ما كنت متوقعها نهائياً في هذه السيارة
محرك ل 3.5 اللي صار يولد تقريبا 300 حصان، 298 بالضبط. سياره كلش، تعرفون احساس هذا السياره لما تطيح على ابوزها بعد الدوسه، لما توصل 120 ولا 130 تحس انه خلاص الماكينه بعد ما فيها شده. امانه هذا الشعور ما حسيت فيه نهائيا مع الكامري اللي سقناها ل 3.5. فوق هذا كله انت عندك استهلاك الوقود يعتبر جيد جدا، سياره مريحه ناعمه فيها اوبشنز وايده، ما تستهلك وايد وقود، شايله عمرها وهذه الامور كلها. فهذا خلصنا منه، خلونا نغوص في تفاصيل الكامري من الداخل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما تفتح الباب البروجيكتر يوريك كلمه كامري في هذه الالوان اللي متعودين عليها. هني حاطين لك اكثر من ماتيريال، الوان مختلفه. هني التحكمات في المناظر او الجامات الاربعه كلها بشكل اوتوماتيكي، التحكم في المناظر الجانبيه، وايضا اذا تبي تصفط المناظر الجانبيه تقدر، او تخليها اوتوماتيك مجرد ما تطفي السياره بشكل اوتوماتيكي راح تتصفط المرايا. رحت قعدت بالجهه الثانيه بس عشان اوريكم اللي كنت قاعد اتكلم عنه بشكل خلينا نقول اعمق. شفتوا الخطوط اللي على الكبوت اللي كانت كذي وبعدين رايحه كذي؟ هني عندنا اياها موجوده مره ثانيه، لاحظوا كلها تقريبا بنفس الحركه. شوفوا كل الخطوط ماشيه هذه المشيه، وهذا هو، لاحظوا حتى هني هذا هو كله يعتبر من ضمن الديزاين لانجوج. حتى المساحه التخزينيه لو تلاحظون نازله وراده مسحوبه على اللاين الاخير من السياره. فهذه احد الامور اللي تميز الكامري الجديده، وطوروها وايد من باب لغه التصميم. وايضا حتى ترى السي او مال تويوتا قايل هالكلام، وقايل ان احنا حطينا السياره في الاستوديو اوقات اكثر او مده اطول اساس نقدر نصمم لكم سياره تجلب الانظار، او خلينا نقول اجمل من السيارات، او خلينا نقول اجيال الكامري السابقه. عندنا هني الشاشه، طبعا انا اعتقد هذه الشاشه هي السهله الممتنع، فيها كل الاشياء اللي تحتاجها بشكل بسيط. يمكن النافيجيشن ما فيها لان فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، تقدر تشبكهم عن طريق اليو اس بي. هني طبعا هني عندنا ايضا 12 فولت تقدر تستعمله، وتقدر تستخدم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي وتشبك عليه جوجل مابس وهذه الامور كلها. يمكن تعليقي ان الشاشه شويه صغيره، كنت اتمنى تكون شاشه اكبر، ولكن هني عند العدادات عندك شاشه عملاقه ما شاء الله بالنص، فيها وايد من الامور اللي ممكن تحتاج انك تتعرف عليها في السياره. غير هذا عندك عدادين عاديين كعدادات اوبر اللي هي مو عدادات ديجيتال، وبعدها عندنا ناقل الحركة، وهني ايكو نورمال وسبورت مود هولد اون بريك، وعندك السايد بريك الالكتروني. وهني طبعا عندك واحد من ابرد المكيفات في عالم صناعة السيارات بدون اي نزاع او بدون اي نقاش. كل من تسأله شنو احسن مكيف، اول براند ممكن يذكر لك اياه وهو براند تويوتا، ويقول لك روح شوف تكييف التويوتا، اكيد راح يكون ابرد تكييف، خصوصا وهالشيء وايد مهم خصوصا في دولنا دول الخليج الحاره، وبالاخص الكويت اللي تعتبر واحده من احر المناطق حول العالم. فعندك غير ان السياره اعتماديه، غير ان السياره فيها وايد مواصفات حاليا، غير ان السياره لها باع طويل في السوق، عندك ابرد تكييف ممكن تجربه، او من ابرد التكييفات اللي ممكن تجربها في عالم السيارات بشكل عام. نرجع مره ثانيه، هني عندنا كاب هولدر، وهني عندنا مساحه تخزينيه لا باس فيها ما شاء الله كبيره، وايضا عندك مساحات تخزينيه هني ومساحات تخزينيه بالجهه الثانيه، ودرج هذا موجود، وعندنا هني اضاءه امبيونت لايتنج او الاضاءه الداخليه بالنسبة حق تويوتا كامري. يعني واحدة من الأمور المهمة جدا في
هذه الفئة من السيارات، ويمكن في الكامري بالتحديد هي المقاعد الخلفية وراحتك في المقاعد الخلفية. عندك مساحات تخزين، عندك تحكم اوتوماتيكي بالجامات وغيره، عندنا السنادة الوسطية والمقاعد يا جماعة سواء الأمامية أو الخلفية وايد مريحة، وايد وايد مريحة. يعني أنا حاولت أقضي أكثر من مشوار وأحوس وايد بالسيارة، وايد مريحة السيارة، وايد وايد مريحة. بدر السنعوسي قاعد يصور، أول ما قاعد بالسيارة كان يقول لي شلون أطفي المكيف صار برد. فهذه واحدة من الأمور اللي توني قاعد أسولف لكم عنها وأقول لكم أن التكييف صج بارد. مثل ما قلنا هني عندنا مساحات تخزينية في الأبواب، وهني عندنا 2 USB-C، هني USB-C ولكن قدام عندنا USB Type-A العادي، هني هذا حق الشحن السريع، وأيضا عندنا مساحات تخزينية موجودة هناك. وهني عندنا هذه الستارة الخلفية، أول ما تشك قري أوتوماتيك تنزل هذه الستاير. وبكذي نكون خلصنا من الجولة من السيارة من الخارج، ندخل داخل ونجرب السيارة. أول وأهم شيء تلاحظه في هذه السيارة مثل ما قلت لكم، هذا المحرك صاير وايد مناسب وملائم حق السيارة، وحتى لو دست وحطيت ريلك السيارة نهائياً شوفوا نهائياً ما تحس بذرة ثقل، إنه والله لو شوي باور زيادة كانت أحسن. نهائياً هذا الشعور موجود عندك. الماتيريالز اللي موجودة كلها ماتيريال ديوربل، ماتيريال ما يخترب بسرعة. واضح ان تصميم السيارة مصممينها عشان تعمر وياك ومو عشان تعور راسك كل دقيقة ويصير فيها مشاكل بشكل او باخر. ومثل ما قلنا يعني فكرة تويوتا بالاساس في هذه المركبة او في هذا الجيل من الكامري كانت ان احنا نحتاج نسوي سيارة فيها الاكسترا. مثل ما قلت لكم تويوتا وايد شطار في يسمونها ميكينج ا جود كار، يعني سيارة اللي ما تخترب، ما تعور راسك، ما تأذيك، ما تلجك مثل ما احنا نقول بالكويتي. فقرروا ان احنا ذا جود كار نبي ناخذها شوية حبتين اكسترا، نبي نحط فيها اوبشنز زيادة، نبي نهتم بالتصميم سواء الخارجي او الداخلي. وللأمانة أنا قلت لكم إياها بداية الريفيو بريماس، أول ما ركب سيارة كان طالع قال الكامري صارت حلوة. فهذه أحد الأمور اللي ممكن يعني نقدر نقول أنها غيرت تويوتا من تفكيرها تجاه هذه السيارة. وأعتقد هذا كل شيء على تويوتا كامري 2023. نشغل الادابتف كروز كنترول ونحدد المسافة اللي نبيها بالنسبة بيننا وبين السيارة اللي قدامنا. حاليا الحين احنا بس نستخدم هذه واحدة من الامور الحلوة اللي اضافوها في الكامري، فانت تستخدم هذه الميزة والسيارة اصلا تخليك من ضمن المسار اللي انت فيه او الحارة اللي انت فيها، وبروحها تطق بريك بينها وبين السيارة اللي قدامها. لحظة انا مو قاعد اطق ولا شيء، أنا مو دايس بريك، هي بروحها الحين بروحها لأن ماكو سيارة قدامنا راح تدوس. وبكذي تكون خلصت حلقتنا مع تويوتا كامري 2023. مشكورين على المتابعة، وشكرا تويوتا الساير لمشاركتهم في برنامج الجديد. عندنا هذه حلقة خلصت، باقي لنا 3 حلقات مع تويوتا ساير. نشوفكم على خير في الحلقات الجاية. قاعد أوري بريماس الأدابتف كروز كنترول، احنا حاطينه بريماس كروز على 95، لاحظ فوق محطوط 95، ولكن بروحه قاعد يدوس بريك، انا مو قاعد اجيس ولا شيء. ايضا عندنا مالت تحديد المسار او خلينا نقول المحافظه على المسار اللي انت تمشي فيه، هذه كلها امور موجوده في الكامري الجديده. لاحظ الحين بدون ما ادوس بنزين بروحه لان الشارع مشى قدامي، السياره قاعده تسوي اكسلريت تمشي، رد صار زحمه، بروحه راح تطق بريك.